مش جاه ومال، وراحة البال فين إذا حلنا مال؟ الدنيا ابن الناس ما هيش جاه ومال، وراحة البال فين إذا حلنا مال؟ وابن الحلال عمره ما يمشي بضلال، والبركة ما تحل إلا على ما الحلال. وابن الحلال عمره ما يمشي في ضلال، والبركة ما تحل إلا على ما الحلال. وحيجي يوم القلم خب بتعرف، وحيجي يوم القلم خب بتعرف شرف البستان. ومش المهم تبيع لمين او بكام، حد يعطي وسط الكرام واللي قام. مش المهم تبيع لمين او بكام، حد يعطي وسط الكرام واللي قام. لابن الحلال يتربى من مال حرام، ولا للضلال ابن الحرام احترام. لابن الحلال يتربى من مال حرام، ولا للضلال ابن الحرام احترام. ولا كرامة للي باع الشرف، ولا كرامة للي باع الشرف. شرف